حياكم الله مشاهدينا واهلا بكم في حصادنا لهذه الليله والبدايه من العناوين. إذن مشاهدينا، حكومة الخدمات تضمنت في برنامجها الحكومي الاهتمام بالجانب الاقتصادي وكذلك خلق فرص عمل من أجل معالجة بعض الملفات وأهمها التخلص من نسب الفقر التي بلغت مستويات ربما تنذر بخطر في المستقبل القريب، وفي حال بقي الاقتصاد العراقي يعاني الاختلال المالي والاعتماد على المورد النفطي فقط. لذلك توجهت الحكومة كأحد الحلول التي تسهم بتنمية القطاع الاقتصادي لاستثمار الموارد الطبيعية والبشرية، وذلك عن طريق تأهيل المصانع والاهتمام بالزراعة وكذلك السياحة. الملف المهم وشبه مهمل كان في الحكومة السابقة من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي عن طريق زيادة الموارد المالية وتعددها. أما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، وبصورة لافتة يتزايد نشاط تنظيم داعش الإرهابي وسلسلة من الهجمات التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد، آخرها استهداف قطاعات عسكرية بهجوم غادر في محافظة كركوك مما خلف حصيلة ثقيلة. تطورات تحمل مؤشرات أمنية تتنامى مخاطرها مع مجريات سياسية، ويحللها خبراء الأمن بأنها عودة منظمة لنشاط العصابات بصيغة المجموعات المتفرقة. فبينما تحكم الخطط العسكرية لكسر شوكة التنظيم بالكامل بضربات نوعية وقاضية، تتحرك المجاميع الإرهابية والعصابات شمالا بأريحية تبدو واضحة لتنفيذ عملياتها، وهذا يستلزم إعادة النظر بالقرارات المتخذة ومراجعة الجهد الاستباقي والمراصد الأمنية بما يضمن عمليات عسكرية تلاحق الخلايا النائمة في الصحراء وكذلك في القصبات. إذن مشاهدينا، بعدما رأت حكومة الخدمات تهالك الواقع الاقتصادي وأنه آن الأوان بأن تكون لها رؤية استراتيجية باستثمار الثروات الطبيعية والموارد البشرية بتحسين الواقع الاقتصادي، اتجهت إلى هذا الجانب بتعدد الموارد المالية وزيادتها، حيث يرى المختصون أن هذه الخطوات ستسهم كثيرا بتوفير فرص العمل وتقليل حدة البطالة ونسب الفقر. فنتابع تقرير الزميلة نهى الشمري. فرص حقيقية تخلقها حكومة الخدمات لإنعاش اقتصاد البلد وتعدد موارده، ستحدث تغييرا ملموسا في الوضع الاقتصادي وتنميته وعدم الاعتماد على النفط في مورده وفق تصريحات خبراء الاقتصاد، إذ تجري خطوات حقيقية ومتتابعة، وذلك عن طريق تقوية القطاعات الاقتصادية الضعيفة الأخرى واستثمار الموارد البشرية والطبيعية المهملة، حيث ستنشئ تنمية اقتصادية كبيرة وتسهم بتنوع الموارد ووفرتها. فبعد أن وصلت نسب الفقر والبطالة إلى مستويات عالية، تتجه الحكومة الحالية إلى المعالجة قبل تفاقمها، وذلك باللجوء إلى تحسين الواقع الاقتصادي وخلق فرص العمل، حيث تضمن ذلك في البرنامج الحكومي الذي وعدت به حكومة الخدمات، وكذلك عقد الاتفاقات الاستراتيجية والتنموية مع الدول المتقدمة، بالإضافة إلى اعتماد رؤية حاكمة في تنمية الاقتصاد وتحسين واقعه. وبالوقت الذي يرى المراقبون أن الخطوات التي تسير بها الحكومة الحالية تحديات صعبة لمواجهة اختلال الاقتصاد العراقي الذي سببه الفساد المستشري في مؤسسات الدولة في ظل الحكومة السابقة، بالمقابل تأتي تصريحات خبراء الاقتصاد أن خطوات الحكومة الحالية باستغلال الموارد البشرية والطبيعية لتنمية الاقتصاد ستسهم كثيرا بتعدد موارده وزيادة الدخل المالي لخزينة الدولة، بالتالي انتعاش الاقتصاد بأكثر من مورد وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية فقط. نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام مباشرة بالصوت والصورة من بغداد، عضو ائتلاف دولة القانون السيد عادل المانع. أهلا بكم سيد عادل، وكذلك الترحيب بالخبير الاقتصادي الأستاذ مصطفى حنتوش. أهلا بكم سيد مصطفى، وأبدأ معك سيد عادل. رؤية الحكومة ووفق برنامجها الحكومي المعلن
تعتقد أنها مصيبة بتحديد مكامن الخلل الموجودة في الاقتصاد العراقي وبالتالي تستطيع المعالجة بعد تحديد هذه النقاط؟ بدون تحياتي لك أخي الكريم ولضيفك الكريم ولمشاهديكم الكرام أينما كانوا. حياكم. بدأ دعني أقول يعني في رسالة موجهة إلى الحكومة الحقيقة. الحكومة سميت حكومة خدمة، فبالتالي يجب عليها أن تذهب أولا إلى تقديم الخدمة حتى يتلمس المواطن العراقي يعني أو يفرز الغث من السمين ويميز بين هذه الحكومة التي هي حكومته ويستطيع أن يلتف حولها ويدافع عنها، خلافا إلى ما كان يرتئي في حكومة الكاظمي التي أثقلت كاهل المواطن العراقي. يعني أنا أستثمر برنامجك حقيقة وهو مشاهد، عسى أنه أن يعني تلتقط الحكومة ما أقول، وأنا يعني ما في أحد يشك أنه أنا مدافع عن الحكومة، وقاتلنا قتال الصحابة الأبطال منذ الانتخابات حتى وضعت الحكومة أوزارها دعما إلى هذا المشروع. الآن في حديث بالشارع العراقي من بسطاء الناس يعني يقول لك يقارن مقارنة واضحة جدا، أنه مثلا سعر صرف الدولار 147 في حكومة الكاظمي، وهو يعلم على أنه هو القرار قرار سياسي وليس قضية اقتصادية وضعت من أجل يعني وجود حلول أو مخارج. كيف أرجوك تفسر لنا سيد عادل، يعني كيف هو قرار سياسي؟ قضية سعر الصرف سياسي أم هو ملف اقتصادي وقضايا مالية ومصارف وبنوك دولية وغيرها؟ لا هو مو قضية اقتصادية، تقديري واحترامي لآراء كل الاقتصاديين، وحتى يجوز ضيفك الكريم أيضا يخالفني بالرأي في هذا المقام، ولكن كان سعر صرف الدولار 120 122 125 في أغلب الأحيان، صح؟ في ليلة الوضحى عصر الدولار 147، يعني زاد 22 نمرة، 22 ألف دينار زاد على لكل ورقة. الآن كنا نعيب على حكومة الكاظمي بهذا الاتفاق السياسي، بهذا الدفع السياسي اللي أوصل الدولار إلى هذا المقام. الآن الدولار زاد عن حد المية وخمسين، ولهذا أنا أدفع يعني بأن أثبت مجموعة نقاط يعني عشمي على قولة المصريين أنه أن تأخذ الحكومة بهذه النقاط. لما المواطن يقيم مقارنة في هذه الجزئية فقط، والحديث قد أنه يطول خلال برنامجك في قضايا عدة، في هذه الجزئية فقط يقول لك ما الفرق بين حكومة السوداني وحكومة الكاظمي؟ هو ما عنده خلفية أنه البنك المركزي تغيرت آلياته، ما عنده خلفية أنه حجم الأموال المطروحة في السوق، ما عنده خلفية عن النافذة اللي يبيعها البنك المركزي، وهكذا. هو يريد خدمة ملموسة، ولهذا أقول يعني ما جاء في تقريركم في قضية تنويع دخل الاقتصاد العراقي، والاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي يعتمد على النفط، هذه قد تشكر عليها كل حكومة ولا سيما حكومة السودان في هذه الرؤية الاستراتيجية البعيدة. طيب. يعني المواطن ما ينحط بعد 10 سنوات يعني أرادت أن تنفذ هذه الاستراتيجية أو هذا البرنامج، هي بحاجة إلى الكثير من المقومات والتحضيرات، لا لابد دعم برلماني ودعم سياسي وغيره. لكن دعني أنتقل إلى سيد مصطفى. أهلا بك سيد مصطفى مرة أخرى. تتفق مع سيد عادل بأن قضية مشكلة سعر الصرف هي قرار سياسي أم هو قرار اقتصادي مالي بنكي؟ وهذا الموضوع سعر الصرف هل يشكل تحدي أمام الحكومة أو عقبة لتنفيذ برنامجها ورؤيتها الاقتصادية من أجل النهوض بالاقتصاد؟ بداية رحب حضرتك ورحب بضيفكم الكريم ومشاهدي قناتكم الكرام. حقيقة أتفق في الجزء الأول مع ضيفك الكريم اللي خاص أنه كان قرار سياسي وليس اقتصادي. عادة الاقتصاديات أن آخر ما تأتي إليه حقيقة هو علاج السياسة النقدية، لأن تحت تلاعب بالسوق لما تغير سعر الصرف، بس أن السوق راح ينشل، راح يخرج من إيدك، يصبح تحت سيطرة جهات أخرى من الصعب يعني تسيطر عليه. هذا اللي شفناه المصاعد 23% البضاعة ارتفعت نصف ودبل،
وبضاعة حقيقة العقارات ارتفعت مبالغ كبيرة ما سيطر على السوق، ماكو الأدوات، لا أسواق مركزية، لا وزارة إعمار وسكان تشتغل، لا زراعة، لا صناعة، منتج محلي، أدوات ما عندك، ففلت السوق من اليوم. هم جوا على خيار خطأ حقيقة، إذا كان صندوق النقد أشار عليهم، صندوق النقد قدم هذه الاستشارة إلى العراق منذ سنة 2006-2005 ويقدم استشارات من هذا الشكل مثالية، هو يعتبرها مثالية، أنت ليش تدعم؟ خلي المواطن هو يشتغل شفت وشفتين ويعيش. هذا قدمها إلى كل دول العالم، منها الولايات المتحدة الأمريكية، يقدمونها استشارات صندوق النقد وما تأخذ بها. كان خطأ حقيقة فعلا أنه أكو من برمج هذا الموضوع أنه مالي وحقيقي، وكان غلط مظلمة، جاب القرار قدمه إلى السياسيين العراقيين الذين حقيقة هم في مأزق عن الاقتصاد والاقتصاديين، فبالنتيجة قدر يقنعهم أن هذا صحيح واتخذ قرار، وكان خطأ كارثي. بين يوم وليلة تحول 10% من الشعب العراقي ما يقارب 5 مليون، كان مثل فقر 20% صارت 30%، عالم كانت عاجزة صارت فقيرة، تحولوا 4 مليون إنسان تحت حط الفقر بهذا القرار خطأ. لكن هل إعادته هي معالجة؟ كلا، لأن إعادته حقيقة نفس الأدوات حدثنا عنها، لا عندنا أسواق مركزية، وزارة تجارتي تفلشن فيها الاستثمار، وزارة الإعمار والإسكان حقيقة هسه اكو مشروع عند السيد السوداني يدخل 500,000 قطعة أرض يسويها بكاردون مباني وطرق وغيره ويوزعهن ويبيعهن، وزارة الإعمار والإسكان مغلسة ولا كأنه يمها الموضوع هسه هذا الكلام، وهذا شغلهم بحيث ما يردون أي شيء يصير. طيب الحكومة حاليا بس أكثر من مشروع سيد مصطفى، لا لا بس اسمح لي إذا تسمح لي، يعني عندها أكثر من مشروع، لكن أي مشروع حكومي أو غير حكومي هو مرتبط ارتباط وثيق بسعر الصرف. سعر الصرف اليوم هو عقبة من الاقتصاد العراقي باعتباره متذبذب، لكن أكو قرارات حكومية أخيرة بفتح مثلا منافذ حكومية في المصارف الحكومية لبيع الدولار وغيرها، الحكومة راح تقدر السيطرة على تذبذب سعر الصرف لقضية الدولار، راح تشكل عقبة أمام نجاح الحكومة بالملف الاقتصادي. هو أولا احنا ما تراجع، يعني إذا رجعت احنا قلنا ما راح يبين فرق، ما راح ينزل للسوق على الفرق. أما السيطرة أنا أعتقد في إمكان الحكومة. هو اللي صار شنو؟ اللي صار مو موضوع خطأ حكومة وخطأ بنك مركزي، لا، فدرالي أمريكي فرض عقوبة على 5 مصارف، هذه المصارف بها ما يقارب 1,000 متعامل، زين هؤلاء بين يوم وليلة قاموا ما يأخذون حصة دولار رسميا، بنك مركزي يسوي عرض، لكن ما قاعد تجي طلبات رسمية من قبل المصارف والشركات المجازة على مود يأخذون، ليش؟ لأن هؤلاء تقريبا 1,000 مستثمر بين صناعي بين هاي، ما قاعد تقبل المصارف والشركات الوساطة تأخذ طلباتهم وتعتمدها، لأن يخافون يقول لك يفرض علينا عقوبات أخرى. الموضوع متعلق بشغلتين، لذلك الحكومة كل يوم في اجتماع مع الجهات المختصة. الأولا تأتي تطمينات من الفدرالي الأمريكي، قد تأتي خلال هذه الفترة مفاوضات مستمرة حقيقة لأجل عن تثبيت الوضع وتثبيت القواعد مع الفدرالي حتى تصل العقوبات. ثانيا فتح باب للمصارف حقيقة ولبعض الشركات والمصارف الحكومية للبيع المباشر، هذا راح يأثر، لكن الحل الحقيقي هو حقيقة بتطمين المصارف انه ماكو عقوبات، انه حقيقة عقوبات فرضت على شخصيات محددة على بنوك محددة، والبقية تطمينات راح احسن ينزل الدولار 147-148 بالطبيعي. وحقيقة بنك المركزي قام بكل ما يمكن، الحكومة قامت بكل ما يمكن لإعادته، وماكو مشكلة، لا عندنا مشكلة عرض، لا عندنا مشكلة سيولة، المشكلة هي تخوف المصارف والشركات من ادخال هؤلاء المكان المتعاملين مع المصارف الى عملة نافذة عملة عن طريقهم، لا تجيهم عقوبات هذول ايضا. فبالنتيجة هي مسألة وقت، تطمينات لا طيب. أكثر ولا أقل تمشي الأمور. طيب أعود لك سيد عادل، متفقين يعني يبدو أنكم متفقين بأنه سعر الصرف قضية سياسية أو قرار سياسي، وواقعا واضح أنه الولايات المتحدة الأمريكية متحكمة بهذا الموضوع وسعر الصرف في العراق. في هذه الحالة أمريكا راح تسمح للحكومة بالنجاح بالملف الاقتصادي؟ والله يا سيد الفاضل، من خلال التجربة أنا كمتابع سياسي من 2003 ولغاية هذا اليوم، ولتأخذ يعني بنظر الاعتبار كل المواقف السياسية السابقة، الأمريكان يضغطون طبعا مصالحهم، مصالحهم تقتضي أن تضغط، فأكو حكومات تستجيب مثل ما حكومة الكاظمي في قضية اللي تحدث عنها ضيفك الكريم، الورقة البيضاء وسعر صرف الدولار وإلى آخره، في قضية ميناء الفاو والذهاب إلى شركة دايو الكورية اللي هي تسلسلها العالمي 96. أنا شخصيا طلعت بالجوجل تصنيف مالتها 96، ويتركون الشركات الفورسي ونظيراتها
الصينية اللي هي تجي في المقام الأول بالترتيب العالمي. هذا الدفع الأمريكي. فبالتالي أعتقد أنه الأمريكان أمام الموقف الحازم الصلب الثابت الواحد، الأمريكان سيغيرون موقفهم، ما يكونون ضاغطين. يعني هم يتعرضون، يصير العملية مقلوبة رأسا على عقب، هم يتعرضون إلى الضغط وبالتالي يعدلون عما كانوا عليه. الأدلة على ذلك كثير، يعني لعل خير شاهد ودليل ما قال السفير الأمريكي بول بريمر عن رؤية الإدارة الأمريكية في إدارة العراق على أنه أن نذهب إلى أن تكون حكومات معينة لولا الضغط من قبل السيد السيستاني حفظه الله ورعاه وأدام ظله الوارف على العراقيين بشكل خاص وعلى الإسلام بشكل عام، أجبرهم إلى أنه لا نذهب إلى انتخابات. وبالتالي أجبروا الأمريكان أمام هذا الموقف، وكانت معارضة سياسية آنذاك لموقف السيد السيستاني. اليوم إحنا بحاجة إلى موقف، بحاجة إلى موقف واضح حقيقة، بحاجة مو نتحدث عن أنه وكأنه يريد نطمن المواطن العراقي. المواطن العراقي يشكو الأمرين، يعني لم يلحظ، هذا مو حديثي، هذا يفهم المشاهد الكريم على أنه هو بالضد من الحكومة، لا بالعكس، أنا مقوم الحكومة، أتمنى أن تذهب حكومة السوداني، وهو رجل يمتلك من المقومات ما يمتلك في الدفاع عن المواطنين. اليوم المواطن يشكو الأمرين، أخي ما ذهبت به حكومة الكاظمي في القضية اللي تحدثنا عنها ومشهودة بالصوت والصورة على رؤوس الإشهاد، رفع يديه قائلا هكذا بعد رأس الشهر ماكو رواتب. هذا واحد. اثنين، بدل ما يفرضون ضرائب على الموظف صارت القضية برفع سعر الدولار. يعني مثلا موظف راتبه 500,000 دينار، مو هالشكل، اللي هي تعادل ايش قد في وقتها؟ 400 دولار، على 120 400 دولار، 125. لما الدولار صار 150 الآن نتحدث عنه، 500,000 إيش قد يصير؟ راح يصير 300، بمعنى أنه هو انفرضت عليه ضريبة إجبارية وواقعية دون أن يكون هناك أمر يعني من وزارة أو قرار من رئاسة الوزراء بالضرائب. هذا يجب أن تلحظ هذه الحكومة. لا. ندفع الحكومة ملاحظة، يبدو أنها ملاحظة وحددت استراتيجية للنهوض بالاقتصاد. وأنتقل إليك سيد مصطفى. لا مو ما كملت النقطة. الفكرة أنا ما كملت الفكرة حتى لا أذن سيد عادل، تفضل أكمل. ندفع بأن تكون الحكومة تسير بمسارين متوازيين. المسار الأول إني هو الرؤية الاستراتيجية البعيدة تتحقق بعد 5 سنوات، بعد 10 سنوات، حتى يكون رافد للاقتصاد العراقي بقضية الصناعة وتشغيل مصانع الزراعة. لكن الحكومة عندها هذا الوقت حتى تضع هكذا استراتيجية طويلة الأمد وتعمل على تنفيذها. إذا كان الحكومة ما عندها، فالحديث عن روافد اقتصادية أن تكون بديلة عن النفط أو معاضدة إلى الاقتصاد العراقي من واردات النفط، إذا الحديث هذا هراء، حديث باطل. لا، الحكومة وضعت، ولكن الحكومة تؤسس حتى وإن لم تكن لديها المساحة الكافية. وضعت استراتيجية سيد عادل، إذا تسمح لي أعود إلى أستاذ مصطفى. الحكومة حددت استراتيجية من أجل النهوض بالاقتصاد العراقي، لكنها تحدثت عن خطط كبيرة جدا. هذه الخطط مو بحاجة إلى تشريعات وقوانين حتى فعلا تنهض باقتصاد دولة متهالك؟ نعم، الحكومة حقيقة لديها خطتين استراتيجيتين، خطة قصيرة الأمد أعتقد هما ينجحون بها، يعني موضوع العقارات الخاصة بالزراعة وتحويلها، موضوع تعيين المحاضرين وتعيين حقيقة المستحقين من أجور الكهرباء وغيرها، شباب مستحقين، وبعض المعالجات الخاصة حقيقة بموضوع الكارتات وغيره من الأمور. هذه جيدة في الاقتصاد قصير الأمد، لكن هي بقى في الاقتصاد شوية طويل الأمد، اللي هو حقيقة من 2 إلى 4 إلى 5، هذه عمر الحكومات. يعني أنه أنت سعدك مشكلة، أنت اليوم عينت لك ساحة عين لك 500,000، سنة الأخرى يجيك 500,000 خرج هم تعينهم، سنة الوازن وين تودي، راح يصير دوار ماك ممكن ينقعد بيه. نفتح القطاع الخاص، القطاع الخاص مثل فضلت حضرتك أن قانون الاستثمار قانون صوري، هو ضد الاستثمار، نافذة واحدة
تقدم طلب يعطوك موافقه تدزه للجهه القطاعيه تعطيك موافقه تقعد هيئه الاستثمار 14 ممثل عن 14 دائره يعطوك موافقه الحمد لله اخذنا الاجازه ترجع تاخذ موافقه ال 14 دائره شيء هاي لعبه مو هيئه استثمار زين هذه حقيقه نحتاج تعديل لقانون الاستثمار قانون هيئه الاوراق الماليه احنا عندنا التمويل خاص بالملكيه ورايح منتهي ما عندنا اسواق اوراق ماليه بورصه مالتنا ضعيفه قانونها من 2004 تحتاج تعديل لا. قانون الشركات تحتاج تعديل لكن حقيقة هل الفريق الآن المحيط بالسيد رئيس الوزراء الاقتصاديين هم نفسه من 2003 يعني مو عبالك جدد جاء اكو اثنين جدد بالموضوع قادرين على كتابة قوانين اقتصادية تضع شكل الاقتصاد العراقي ان شاء الله يكونون بهذا القدر من المسؤولية لكن هذه المسؤولية مو ايضا مشتركة مع البرلمان بلجانها المالية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها والزراعية والصناعية ايضا من اجل العمل على مختلف هذه المفاصل التي تؤسس لهذا الاقتصاد احنا بالبرلمان ما يصعد شخص لانه يعني خبير اقتصادي او فاهم في الاقتصاد او فاهم في الفيزياء يصعد لانه حقيقه سوى واسطات لعالم راجهه اجتماعيه شيخ عشيره يعني بعدنا البرلمانات ما تنتخب على اساس الاقتصاد لكن تبقى مسؤوليه هذه اللجان او هذا النواب بالتشريعات والتصويت عليها اضرب لك مثلا على اللجنه الماليه البرلمانيه الحاليه نعم سووا قانون اسمه قانون الدعم الطارئ والامن الغذائي خوش حكي قانون دزته الحكومه السابقه هي نفسها اللجنه هاي قلنا لهم يا بهذا القانون انتم حتعطون مبالغ لوزارات لا تخصيص لا مشاريع لا اي شيء هذا 2005 العراق انتقل من هذه الاليه كل الفلوس باقت ترى انت حتحط 5 تريليون مثلا تعطي وزاره الاعمال والاسكان تريليون لمجلس الوزراء تريليونين للزراعه بدون تخصيص مشاريع ارجع لك سيد مصطفى على قضيه بس الاموال اللي انسرقت ثواني لا ما انسرقت هم لازم قرروا القانون بهذا الشكل يعطي طوب الفلوس زين سووا هذول الوزارات قعدوا مو التخطيط على راحتهم هاي الى كائلي نفس البرلمان رجعوا قالوا شنو هاي؟ ذول يوزعوها مو ما انتم قررتوها لهم هيك بالشكل فاحنا اللجنه الماليه البرلمانيه خصوصا الحاليه ضعيفه جدا السابقه كانت احسن شوي ارجع لك على قضيه الاموال اللي انسرقت لكن سيد عادل استراتيجيه الحكومه هي ما ذكر وحدد سابقا من قبل الاطار التنسيق الشيعي فتح مصانع انعاش الزراعه والسياحه وغيرها لكن هل هذا يؤمن الدعم السياسي للحكومه للنجاح بكل هذه الملفات والله الدعم السياسي موجود لغايه هذه اللحظه والاطار التنسيقي بكل كتله واحزابه وشخصياته ورموزه وعناوينه هو داعم للحكومه ولكن القضيه يعني لا تكمن فقط هنا في الدعم السياسي للحكومه يجب ان يكون انه تنسيق بين الحكومه من جهه ودعم مجلس النواب لها من جهة أخرى والإطار هو الكتلة الأكبر موجود في البرلمان يعني أمن التصويت على القوانين وتمريرها إيه فيما يخص القوانين اللي ترسلها الحكومة اللي متعلقة ببرنامجها الحكومي اللي يحتاج قوانين يعني جديدة أو يحتاج تعديل بعض القوانين هذا المفروض يكون مجلس النواب مؤازر هنا هذه النقطة لماذا أنا سقت هذه القضية؟ إنه حتى يتبين الادعاء من الصحيح، يعني هل أن هذه الكتل السياسية مدعية على أنها هي مساندة للحكومة؟ إذا كانت مدعية راح تعطل كل القوانين المرسلة من قبل الحكومة في مجلس النواب وبالتالي لم يعني تكون داعمة للحكومة وإذا لم تكن مدعية صادقة فبالتالي كل القوانين أو جل القوانين المرسلة من الحكومة إلى مجلس النواب تشرع وبأسرع وقت ممكن حتى تنهض الحكومة بما تستطيع لأداء برنامجها الحكومي وأستاذي الفاضل يعني انت لا يظل ببالك او بال القائمين على يعني على هذا البرنامج انه حديثي وحديث الاستاذ ضيفك الكريم هو ترى من باب التقويم يعني النصيحه اللي تقدم للحكومه اليوم مني من غيري من اي من يدفع باتجاه نجاح الحكومه يجب ان تسمع الحكومه اما اذا احنا نبقى لا في يعني تزويق ما تقوم به الحكومة لا أنا أقول لك واحدة من القضايا اللي يفترض أن يسمعها محمد الشيعي السوداني بشكل مباشر نعم واحدة منها أنه هو واحد
من رؤساء وزراء العراق الذي كان نائبا تارة ووزير تارة أخرى في حكومة سابقة، وكانت له من اللقاءات التلفزيونية حدث ولا حرج العديد منها، وأعطى في كثير من هذه اللقاءات مواقف سياسية، إزاء الدولار مواقف سياسية، إزاء السكن مواقف سياسية، إزاء مشروع طريق الحرير في قضية الحزام والطريق وضرورة العراق وارتباطه بهذه. ذني كلهين الآن المواقف اختلفت، لأنه قد كان ينظر في نظرة لم يتعرض فيها إلى ضغط من هنا أو هناك. اليوم رئيس الوزراء لا بد يتعرض إلى ضغط، 45 يوم وسبع مرات زارت السفيرة الأمريكية، إيشي تريد؟ الأمريكان يشيردون، أكو غير الضغط عليه؟ ولهذا يجب أنه أن يلحظ مواقفه السابقة مع مواقف الجديدة، ويكون المبرر مقنع للناس. أنا مو أتحدث عني، أنا فاهم القضية، وظيفك الكريم أكثر فهما في القضية الاقتصادية، ولكن للمواطن يجب أن يقتنع. أنا بودي أن يكون المواطن هو الظهير والسند. أعتذر عن ضيق الوقت، إذا تسمحوا لي أنتقل إلى الملف الآخر، وشكرا جزيلا لكم الخبير الاقتصادي الأستاذ مصطفى حنتوش، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. إذا مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه. اهلا بكم مره اخرى مشاهدينا، ومره ثانيه نرحب بعضو ائتلافات دوله القانون السيد عادل المانع. اهلا بكم مره اخرى سيد عادل، والترحيب ايضا بالخبير الامني والعسكري السيد سرمد البياتي. اهلا بكم سيد سرمد، وابدا معك سيد سرمد بخصوص العمل الارهابي الاخير الذي استهدف القوات الامنيه في كركوك، هل ما زالت تشكل الخلايا النائمه هذا الخطر الكبير، ولماذا لم تتم المعالجه رغم مضي فترة طويلة على القضاء على تنظيم داعش في هذه المناطق؟ الرحمن الرحيم، بداية تحية لكم ولمشاهديكم وللضيف العزيز، والرحمة والمغفرة إلى شهدائنا اللي سقطوا في كركوك، والرحمة أيضا إلى كل شهداء العراق، والرحمة أيضا إلى شهداء اللي سقطوا قبل دخولي البرنامج في ديالة، في محافظة ديالة. نعم، يعني للأسف الآن أيضا حدث حادث إرهابي في ديالة، يعني في منطقة الخالص في قرية البوبالي، أيضا قامت مجاميع بمهاجمة الناس الآمنين المدنيين. مدنيين؟ نعم نعم، مدنيين، وهنالك جرحى، وأعتقد استشهدوا 6 أو 7. يعني لحد الآن الموضوع جديد، والأهالي هبوا لنجدة هذا الموضوع. يعني حقيقة هاي المواضيع مؤلمة جدا. نعم، الخلايا النائمة بدأت تؤثر سلبيا على الأمن بصورة عامة. ربما هنالك بعض الأسباب قد تكون يعني ليست أسباب الرئيسية، لكن هذه اللي شخصتها. يعني مثلا تعرف داعش الإرهابي قتل قبل فترة عبد الله قرداش في سوريا، الخليفة المزعوم. الآن هم نصبوا خليفة جديد اسمه أبو الحسين الحسيني، فهذا المتعارف عليه يعني سواء بالتنظيمات الإرهابية وحتى في سائر الأمور الأمنية أو القيادات الأمنية، عندما يتبدل شخص يحاول أن يثبت وجوده في هذا الموضوع. فهذه يعني الحادثة اللي حدثت في ناحية الرياض للأسف يعني استشهد بها هذا العدد من الجنود، كانوا داخل ناقلة والناقلة مقفلة عليهم. لكن أريد أشير أنه كان هنالك أيضا انتحاري، وأحد الجنود اللي بقوا على قيد الحياة كان جريح، فهو جريح رمى على الانتحاري وقتله. يعني صارت هذه الحالة بالمناسبة، يمكن لم يتم تسليط الضوء عليها كثيرا، لكن هذا الموضوع أصبحنا يعني وقلناه للسيد محمد الشياع، وأتمنى أن يسمع السيد وزير الداخلية والسيد وزير الدفاع.
لهنا يكفي، يجب أن نضغط على الحكومة من أجل توفير معدات حديثة لهذا الموضوع. شوف قبل ما يعني أدخل الاستوديو، الآن عندنا أبطال من مكافحة الإرهاب. تصور، سأروي لك موضوع عن يجري الآن، لديهم معلومة عن كهف في تل عفر، ثق وبعثوا لي الصور. هذا الكهف تخيل أنه محتمل به 10 من الدواعش، تعرف يعيشون تحت سطح الأرض بأي مسافة؟ بمسافة 20 متر. الآن حفارات الجهاز دا تحفر بالأرض الصخرية من أجل الوصول إليهم. يعني أنت تتصور كيف ما المن دا تقاتل، لكن يبدو أن هذه الجهود كبيرة، الجهد الأمني والعسكري. طبعاً طبعاً كبيرة جداً، لكن يا أخي طيب. يا أخي العزيز، الناس صح جهود كبيرة، لكن الدولة محتاجين إحنا مسيرات، محتاجين معدات حديثة. أعود لك إلى ماذا تحتاج هذه العملية، عملية القضاء على التنظيمات الإرهابية، لكن نرحب بك مرة أخرى سيد عادل. الجهد الأمني العسكري وضربات قاسمة تنفذها القوات الأمنية بمختلف صنوفها على التنظيمات الإرهابية، لكن ليش ما تم القضاء على هذه العصابات حتى الآن سيد عادل؟ والله بدأ دعني أرحب بضيفك الكريم الأخ العزيز الأستاذ سرمد، وأنا أقرأ الموضوع قراءة أخرى. يعني أولا خلينا نضع النقاط على الحروف في قضية القوى الأمنية والإشادة بها، ما محتاجة يعني إشادة مني. القوى الأمنية أبلت بلاء حسن في محاربة داعش ودحر داعش، ولكن الكيفية في التعاطي مع هذا الملف أنا شخصيا أسجل عليها كثير من علامات التعجب والاستفهام. هناك تراخي أمني في كثير من المواقع، هناك يعني الجانب الاقتصادي اللي تحدثنا عليه سابقا اللي هو بعنوان فساد في لكثير من القادة ومن يكون في إمرة مجموعة من العسكر، هذا عنده ملاك معين وبالتالي سرب بالبيوت، واللي عنده ما يكفي لأنه هو يتقاضى رواتبهم أو يتقاضى نصف راتبهم، هذا أيضا جانب يخل في قضية الاستعدادات الأمنية. ثلاثة، والأهم ترى الموضوع هو سياسي، يعني أنا أجدها أنها هي رسالة أمريكية. أمريكا من صنعت داعش بما لا يقبل الشك، وباعتراف هيلاري كلينتون وزيرة خارجية حكومة أوباما بشكل واضح وصريح. الملف سياسي، ولكن هالمرة جاء متقدم، يعني كما أطاحت الولايات المتحدة الأمريكية أو عملت على الإطاحة ونجحت بالنتائج على حكومة عادل عبد المهدي بعد سنة، أما اليوم في حكومة محمد الشيع السوداني هي لا تقصد الإطاحة بحكومة محمد الشيع السوداني بقدر ما أنه تبعث برسائل تهديد، لأنه قد يكون هناك رأي للحكومة مخالف للأمريكان، فبالتالي فتحت الملف. وفتح الملف أنا بتقدير الشخصي في كركوك هالمرة يختلف اختلافا جذريا. هذا جانب. الجانب الآخر اللي عضد هذا الكلام، وأرجو أنه إن يكون الأستاذ سرمد ينتبه إلى ما سأقول، إما سيعضد أو سيدحض هذا الجبال حمرين. جبال حمرين المشكلة، هاي المشكلة الكارثية العويصة. هل تعلم يا سيدي الفاضل على أنه جبال حمرين تحت السيطرة الأمريكية ولا يمكن لأحد أن يقترب منه؟ وما حصل لمحافظ الأنبار السابق خير شاهد ودليل. ترى مو ما تصور في شيء تصويب اعتيادي، لا لا، ضرب بشكل واضح وصريح. ولهذا يفترض أنه أن يكون الموقف السياسي واضح اتجاه هذا اللعب الأمريكي، ولا داعش شنو داعش؟ يعني شنو القليلة على العراقيين وغيرتهم ونخوتهم اللي حرروا الموصل اللي كانت ولاية من ولايات داعش وأسقطت، حتى الإسقاط اللي حصل في المحافظات الموصل والأنبار هو سقوط سياسي، وكن على رؤوس الأشهاد أثير النجيفي محافظ الموصل في وقتها يصدر أمرا إداريا من 8 نقاط. لازلت أتذكر واحدة من عدين أنه على القوات الأمنية أن ترتدي الملابس
المدنية على القوات الكذا، تسليم السلاح، رمي السلاح، يعني وكأنه يريد يساعد. فالحاضنة السياسية ما تحدث به السيد الحلبوسي قبل أيام على شاشات الفضائيات بالصوت والصورة بدفع طائفي مقيت، لما يقول له أنا للمحامر يقول له أنا عفوا قابلت محافظ بغداد وسألت عن ملاكه، ايش قد ملاكه؟ قال لي 90,000. قلت له ما عندك بال90,000 اثنين بيهم سنة؟ قال لي ليش اكو؟ فيقول قلت له الحلبوسي هو القائل، يعني ما تعرف عندك موظفين اثنين سنة تخلي واحد مدير بلدية الأعظمية وواحد مدير بلدية المنصور؟ شوف هذا الدفع بهذا الاتجاه، هذا دفع طائفي رهيب بحاضنة سياسية. أرجع لك لهذه النقطة. فما يحصل في ديالة وكركوك. طيب أعود لك سيد سرمد، ماذا يحتاج هذا الملف الأمني لمعالجته في هذه المناطق تحديدا؟ هو بحاجة إلى خطط أم استخبارات أم معدات وتقنيات؟ له هو بحاجة إلى إرادة سياسية؟ سأفكك ما سألته لي وأعقب أيضا على كلام أخي أستاذ عادل. تفضل. نعم، السياسة تتدخل بخبث ولؤم في هذا الموضوع. بالمناسبة نحن لا نحتاج إلى قوى على الأرض، هذه أني بكل لقاء أتكلم هذا الكلام، لكن أني أحتاج عمل استخباري من السماء، يعني من الجو. أحتاج مثل هذا العمل الاستخباري، يعني ضرب أستاذ عادل مثل على موضوع حمرين، أنا طاير فوق حمرين، من الصعب جدا السيطرة عليها. نعم أنت، لكن إذا تركت أخذت طاقم مسيرات وخليتها بصورة مستمرة فوق حمرين، أخي إحنا إذا ما حصلنا نفسنا حصلنا الجبهة الداخلية مالتنا، والله العظيم راح تبقى هاي المشاكل ويبقى هذه الشهداء وتبقى قوافل الشهداء تسير في هذا الموضوع. أخي نحتاج إرادة سياسية قوية. هذا برلمانك اللي قاعد هسه يلا خلي يقطع إجازة التشريعية ويروح يصوت على تسليح من الدرجة الأولى، ما يعرفون ننطيهم مين يسلحون، زين مين يجيبون مسيرات، مين يجيبون مناطيد كانت خادمتنا، راحوا الأمريكان يابا والله تكلمت بوقتها بالتلفزيون من انسحبوا من الكيوان والهادي والقيارة والقاعد يابا بقوا المناطيد. المناطيد أجارها الصور 4.5 مليون دولار أو سعرها 4.5 مليون دولار بالسنة أجارها، أو يابا بقوها هذه تخدمنا. لا ما حد دفع، شالوها وراحوا. زين إحنا اللي نتكلم عليه طبعا، وأمريكا وين أنت توصل إلى قدرات أمريكا؟ ما نقدر نوصل لها. فلذلك احنا لما نوصل لها يمكن سيد سرمد، لكن اكو بعض التقنيات بالامكان يعني اي دولة تمتلكها. يعني يا اخي بس خلي اوصل لك. لا اسمح لي، يعني اكو خطط، اكو استخبارات، بالمقابل اكو تضحيات، اكو دماء غالية سيد سرمد تقدمها القوات الامنية. مو ممكن حفظ هذه الدماء باستعمال يعني تسليح جيد او تقنيات او مسيرات بسيطة؟ ليش ما يتحركون؟ عندك 96 مليار دولار فائض، عندك مبيعات نفط بالشهر 11 و10 مليار دولار، مليار واحد. احنا المسيرات مو غاليه والمعدات الحراريه اللي تكشف. يا اخي بالمناسبه بلاش هاي الجمهوريه الاسلاميه والله منها روسيا كلها الكبرى اشترت. استاذ عادل كلها تطيق، استاذ عادل كلها تطيق. روح اسال لماذا جاءت الرويث على طائرات CH-5، احدث طائره مسيره بالعالم. اذا الملف سياسي، القرار سياسي للتعامل مع الملف الامني. احنا بدنا ندفع ضحايا. طيب. من الجرم ان ندفعها، يعني والله معقوله ما عندنا اراده سياسيه احنا نعمل استخبارات جويه؟ انا قلت لك شوف على الارض شجاعه قتال كله موجود. طيب. لا وايضا اكو نقطه استاذ عادل ذكرها جدا مهمه، يعني شوف اللي عمره 37 و38 و40 سنه أو المعاقب وين ديدزول المناطق الساخنة على اعتبار عقوبة. هذا خطأ، المناطق الساخنة تحتاج ناس بلياقة بدنية عالية، شباب لديهم القابلية على القتال، مو أني 37 أو 40 سنة أدزل هاي المناطق. فلذلك هذه مشكلة والله، يعني مشكلة مؤلمة، وأنا يعني عذرا متألم لأنه حادثة ديالة، يعني البارحة كركوك، اليوم ديالة، قبل يومين الطارمية أيضا آمر فوج.
قبل ثلاث طيب. ايام هذا البطل سهيل الشمري اللي قتل داعش. اي طيب هاي معقوله احنا يوميا عندنا حادثه ويوميا شهداء؟ احنا بزمن داعش كان داعش مسيطر على الثلث ما نعطيك خسائر. فلذلك هذا يجب ان وقفه تكون جاده، يجب ان القائد العام يتخذ اجراءات حقيقه ضد كل القيادات. طيب القوات الامنيه اليوم لديها انتصارات باهره، ضربات قاسمه توجهها لهذه التنظيمات الارهابيه، ممكن انه تكون كل ما زادت هذه الضربات قساوه على العصابات الارهابيه الاجراميه راح ننتظر بالمقابل تعرضات اشد خطوره على قواتنا الامنيه او حتى على المدنيين. سيد سرمد، طبعا هذه كل فعل فعل هذا الموضوع طبيعي، بس هم المشكله انت تتقاد العباره عن جرذان، جرذان بالضبط اوصفهم جرذان. زين نايمين تحت الارض يطلع بالليل، وطبعا اكو مناطق تدعمهم، واحنا من سالنا هذه المناطق قسم يدعم خوفا، قسم يدعم خوفا، وقسم يدعم يعني من اجل ان يمشي. خلينا انتقل بهاي النقطه اليك يا سيد عادل، ليش المجاميع الارهابيه شمالا تتحرك باريحيه تبدو واضحه من اجل تنفيذ عملياتها؟ والله هذا سؤال يعني حقيقه اجابته واضحه. الحاضنه السياسيه موجوده والحاضنه المجتمعيه للاسف الشديد موجوده. وانا اسال بالمقابل ايضا اسال المشاهد، يعني مو اسال جنابك الكريم، ليش ماكو داعش بكربلاء، ماكو داعش بالنجف، ماكو داعش بالديوانيه، ماكو داعش بالكوت، ماكو داعش بالناصريه؟ ماكو تقبل مجتمعي لان يكون حاضنه، ولا ان يكون حاضنه، ان العكس موجود اخي. مجتمعي لو سياسي ايهما الاكثر خطوره؟ يعني المجتمع عانى، اذا تسمح لي سيد عادل، المجتمع في هذه المناطق عانى من هذه التنظيمات الارهابيه وايضا قدموا شهداء وضحايا باعداد كبيره جدا. والله يا سيدي الفاضل هذا الحديث في هذا المقام حقيقه مؤلم جدا. اولا من احنا نقول مجتمعي، يعني هناك مجموعه مثل ما انه سنتحدث عن ملف سياسي، خو مو كل السياسيين مشتركين به، مجموعه من السياسيين لون معين من السياسيين هو من يعمل هذه، يعني ولهذا من يتحدث عن مجتمعي نعم اكو بعض الوجهاء، بعض الاعيان، بعض شيوخ العشائر، بعض من لديهم نفوذ ومجتمعي، هم من سهل، هم من، ولكن الاصل هو اصل الملف هو سياسي، اصل الملف بصفقه سياسيه، والصفقه السياسيه واضحه من 2014 ولغايه يومنا هذا، ومن دارها ومن عمل بها ومن عاضدها ومن اججها ومن روج لها، واضح هذا التصنيف. ولهذا يعني متى ما انحسرت هذا التواجد الارهابي في يعني شمال بغداد وغرب العراق وشمال العراق، حينها نستطيع القول على انه ليس هناك حاضنه سياسيه. نعم. فليثبتوا لنا صحه هذا الادعاء من عدمه. طيب. والا الشواهد كثيره من عام 2014 ولغايه لغايه يومنا هذا، استطيع ان اسوق لك مئات الامثله والشواهد على الحاضنه السياسيه والمجتمعيه. طيب اذا هي موجوده كما ذكر سيد سرمد، ودعني اعود الى استاذ سرمد، ذكرت قضيه وجود جرذان، يعني ومن الصعب قتال هذه الجرذان الارهابيه وقاتله بكهوف ومغارات ومناطق نائيه وجبليه وغيرها، لكن تعتقد انه من الضروري اشراك ابناء المناطق المحرره في مكافحه التنظيمات والعصابات الارهابيه؟ ممكن ان يعاد نظام الصحوات؟ هذا اهم سؤال حقيقه، يعني انا يوم امس ايضا سئلت هذا السؤال في احدى القنوات. شوف سابقا راح اذكر لك موضوع، سابقا كان يسرق الجدار الطريق السريع اللي ب 82، ما اعرف تتذكره، احنا القدماء يتذكر استاذ عادل، طريق الرابط للرطبه والهادي بدات تنسرق منه اجزاء. ففي وقتها صدر النظام البائد صدر انه اللي ينسرق من ضمن نطاق عشيرته، ينسرق جزء من هذا الحاجز يسجن، شيخ العشيره الصور او فلان يعدم، بقت العشائر هي تحرس الطريق السريع. الان هسه احنا
مو كل شيء عندنا سيء، لكن هي ممكن ان تستخدم كثير من الامور. أنا اليوم هاي المنطقه اللي صار بها الخرق، مثلا قريه هاي الصفره، أنا اذا اجيب للشيخ مالتها واسلح جزء من الشباب واقول لهم اذا صار خرق عندكم فانتم تزجون بالسجون، أنا حاكمكم لكم، اي خرق يصير أنا، لانه مناطق كلها شاسعه. لكن ما ممكن ان تفقد السيطره او وجود مخاطر لفقدان السيطره على هذا السلاح الذي سيسلم لهذه الطي. انت ايش راح تعطي عزيزي؟ انت ايش راح تعطي؟ قابل راح تعطي مدفع، لو راح تعطي هاون، انت راح تعطي بي كي سي ورشاشه متوسطه. اذا شفت داعش قاتله، هذا بالموصل مو واحده رجال شمري بالسياره، واحده شاب سته دواعش قتل ثلاثه منهم، هم ضربوا بقاذفه واستشهد، والبقية راح لهم القوات لحقوهم، مو وحدة. أكو ناس أخي إحنا ما نظلم أحد، هواية عندهم منزعجين من داعش، لكن شو يريد يسوي هو؟ إذا بالليل ودقوا عليه الباب وهو بعيد عن أقرب نقطة عسكرية 10 أو 12 كيلو، ويقول له تعال تشحن موبايل، لو أريد أشرب مي، لو الرعيان، روح شوف الرعاة، أنت نص الخروقات كانت من الرعاة، هو قاعد له بخيمة ويطب عليه داعش، ياخذ منتجات من اللبن، ياخذ هذا، ياخذ غذاء من عنده، شو يقدر يحكي هذا الراعي؟ ها؟ مو احنا هم احنا كعسكر يعني ما نتكلم. اما بالنسبه للمناطق المهوله فهذه اخي اني يا اما اتخذ بها اجراء، ولا ما معقوله اني اخلي جندي بباب كل بيت، باب كل بيت اخليه، ما هي ضغط كبير دي يصير على القوات الامنيه. وصلت الفكره، شكرا جزيلا لكم الخبير العسكري سيسرمد البياتي، كنت ضيفا كريما، شكرا لك سيسرمد، وكذلك شكرا لكم عضو ائتلاف دوله القانون السيد عادل المانا، شكرا لكم، والشكر موصول لكم مشاهدينا. الى هنا وصلنا واياكم وضيفنا الكرام الى ختام حصادنا لهذه الليله، والى اللقاء في حصادنا.